هو كتاب يبحث فيه مسكوت عنه، لانه مساله الهويه الجنسيه ما تعرضنا لهاش برشا سابقا في تونس، رغم اللي هي مطروحه برشا في المجال الغربي وحتى عند بعض البلدان الشرقيه. حاولت ننطلق فيه من واقع تونسي، واقعنا من غير مكياج كما هو، واقع تصوراتنا للجنس، واقع تصوراتنا للعلاقات العاطفيه، واقع لغتنا اللي نستعملوها واللي حتى كان ما نستعملوهاش نفهموها. وحاولت نفسر من منظور التحليل النفسي علاش احنا نتصوروا الذكوره بهذا الشكل والانوثه بهذا الشكل. وحاولت في الكتاب ان شاء الله نكون وفقت، اني ما نحكمش، يعني ما فماش حكم معياري لا للمراه ولا للرجل ولا هذا ضحيه ولا هذا جلد، لا، الكتاب يحاول يفهم يحاول يفسر، وهذا محاوله مني لطرق ابواب ننتظر ناس اخرين في السينما في المسرح في غيرها يلزمها تتحل، على خاطر انا الاوان باش نراو انفسنا في المراه من غير رتوش ومن غير ما نخبي حتى شيء. الفكرة الأساسية هي أنه ذواتنا هي نتاج لمجتمع، هم حتى واحد فينا يقول أنا نصنع ذاتي. الكتاب هذا كان تحب نمشي شوية الفلسفة ضد الوجودية تماما، أنا ما نمشي بالإنسان وحده يصنع مستقبله، لأنه الإنسان نتاج بيئته، كلنا عنا علاقات، تولدنا في بيئة معينة في حوض معرفي ولغوي مع أم وبو، هذا كل أثر فينا مهما كبرنا من بعد ومهما قرينا ومهما ثقفنا، أكل عقد هذيك باش تقعد معنا، وهذا نعرفه ساعات ثم حاجات بعقلنا نقبلوها، حتى الرجل الشرقي مثلا وحتى المرأة كيف كيف راه، وفي النفسية وفي الممارسة تقلقنا، فيلزمنا نعرفه اللي احنا نتاج الحوض المعرفي النفسي هذا، واللي الإنسان يلزمه يعرف روحه كيف ما هو ويقبل روحه كيف ما هو، نجمو حتى ناخذوه في المكرو حتى في المجال السياسي ولا في الاقتصادي ولا غيره، لازم نعرفوا احنا شنو بالضبط، شنو حدودنا، ما نكذبوش على روحنا، وكيف نعرفوا حدودنا بعيوبها بإيجابياتها وسلبياتها نجمو نتقدم. بون كتاب بزاد ما قريتوش متبع. انا بالنسبه لي كل كتاب لألفة يوسف هو اضافه للمشهد الثقافي التونسي، وخاصه في المرحله هذه. فألفة يوسف عرفناها استاذه جامعيه متميزه وباحثه ايضا في طبعا الاداب واللغه العربيه، ولكن ما تقدمه الان منذ سنوات من كتب ومؤلفات حول إشكاليات ثقافية بالأساس يدعونا إلى أن نكون متواجدين في حفلات توقيع متاعها ونشتروا الكتب والمؤلفات هذه، اللي أعتقد أنها تمس المجتمع التونسي خاصة في ظل هذه التحولات السياسية والإيديولوجية أيضا اللي تمر بها بلادنا. فلازم نلتفوا على المبدع، على الكاتب بالأساس اللي في فترة من فترات كان مهدد في حرية تعبيره وفي طبعا في فكره، وفي ظل يعني ظهور جماعات متطرفة تسعى إلى قطع لسان المبدع والمفكر. وتونس دائما يعني ولادة كما نقولوا، لذلك نحمو المكتسبات متاعنا، ومن ضمن المكتسبات متاعنا ألفة يوسف. وليس ذكر كالأنثى، معناها حبيت نعرف شنو الذكر وشنو الأنثى بالنسبة للقراءة متاع ألفة يوسف، هي قراءة نفسية جو بونس. بلا أي نقرأ لها، نقرأ. أما يظهر لي الكتاب هذا ما هوش معاش عنده توجه ديني، توجه اجتماعي بسيكو سوسيولوجي بلوتو.